رجعنا لكم بعد الفاصل أعزائي ومتابعي برنامج حكاية ولاد البلد، وطبعا كان لابد أن يكون معانا روح الدين ورأي الدين اللي كلنا المفروض نتبعه ونمشي على سنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولا بد من رأي القانون لأننا في بلد العدل والقانون. فطبعا برحب بضيف الفقرة الأستاذ سيد محمد أحمد، محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة. أهلا بيك يا أهلا فندم. وسهلا يا فندم. طبعا في البداية عايزين بقى نسمع الموضوع. والله الموضوع في البداية خالص أحب أرحب بحضرتك ربنا والضيافة يخليك. الكريمة وللقناة وفضيلة الشيخ وسيادة المستشار. والقصة مش بتاعتي أنا بس أو بتاعت شاب واحد، ده صحيح. بتاعت ملايين. يعني أنا دايما بتابع، لقيت إن في 4 مليون طفل في مصر بيعانوا من نفس القصة دي، بعيد عن الأب والأم. القصة دلوقتي في موضوع الرؤية، في موضوع حق الأب ليه. أنا كأولادي مثلا ماليش حق الرؤية فيهم. لما جيت أقول للمحامي بتاعي يرفع لي رؤية، قال لي يا أستاذ محمد أنا لو رفعت لك رؤية أنت مرة هتقول لأ، التانية هتقول لأ، التالتة تروح جايباهم لك ساعتين في المكان اللي هي هتختاره. فهي لو القانون مش هيعاقبها المعاقبة اللي هي ممكن إيه تلتزم بيها. تمام. فانا دلوقتي انا بناشد، يعني بناشد الكل، ازاي انا كأب ربيت اولادي ودخلتهم احسن مدارس وحصلت ايا كان مشكله بيني وبين والدتهم بعد العشره دي، ازاي انا كان بني ادم كنت بنام في حضن اولادي او بحاول انشا وربيهم على اولادي طريقتي. بحاول انشا اولادي في بيئه صالحه، ازاي تمام. انا دلوقتي الولايه التعليميه في ثانيه، هي خدت ولايه تعليميه في ثانيه، اولادي اختفت في ثانيه، بعاني من هجوم لان ليها اخ مثلا في الداخليه فانا مش عارف اوصل لهم. تمام. طب الكلام ده كله ازاي؟ طب استاذ ازاي سيادتك القانون؟ معانا مداخله تليفونيه. السلام عليكم. طب الخط قطع. اتفضل يا فندم كمل. ازاي القانون احنا ما اديناش حق كأب؟ اصل في ام، والام دورها مهم جدا، اكيد. وطبعا احنا كلنا ما نقدرش ننساه. طيب ازاي انا كأب انا ماشي بما يرضي الله وبعمل، ازاي انا ما عرفتش مثلا زوجتي تزوجت من واحد، او اولادي فين، او الولايه بيتربوا ازاي فين، او او كده. بيتربوا ازاي، او البيئه اللي بينشأوا فيها. الكلام ده كله هل في رأي الدين صح؟ هل في رأي القانون صح؟ هل احنا كبلد دلوقتي احنا واخدين طريق لحضاره وطريق مستقبل تاني، بنبني لمصر مستقبل تاني، بنرجعه بنبقى مصر ام الدنيا وشبابنا والام واطفالنا دول اللي وشباب، عماد البلد بعد كده. هل احنا بنحط تمام. قوانين وعندنا اساتذه القوانين وعندنا اعضاء مجلس الشعب وعندنا كل حاجه وعندنا رئيس جمهوريه حاسين ان هو والدنا تمام. وكبرنا؟ هنسمع راي الدين في الموضوع ده. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا على رسول الصلاه الله وعلى والسلام. اله وصحبه ومن والاه. الحقيقه لو اردت ان اجيب مباشره على سؤاله، هل يحق للمطلق ان يرى ابنه او ابنته؟ نعم. هستأذن سيادتك بلا خلاف. معانا مداخلة. السلام عليكم أستاذ مدحت. وعليكم السلام ورحمة أستاذ مدحت محامي، أهلا وسهلا بيك يا فندم. عمرين يا فندم. اتفضل يا فندم. النهاردة موضوعنا عن الرؤية القانونية للطفل. طب نبدأ الأول بسطر النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. اتفضل يا فندم. القانون المصري نص في المادة 163 من القانون المدني ايوه على التزام بتعويض كل من اصيب بخطا للغير او احل باي واجب قانوني ما لم يختلف لذلك. واعطى الحق الرؤيه للزوج او الجد او الجده، وفي حاله امتناع الزوج عن رؤيه الاولاد للزوج ايوه فمن حق الزوج هنا ان يقوم بدعوه مباشره على الزوج. تمام. وفي بعض الاحيان تصل للحبس. تمام. في عدم ان الزوجه تمتنع عن تنفيذ الحكم القانوني. ماشي. هنا توصل للعقوبه بتاعتها للحبس والتعويض كمان. تمام. شكرا يا استاذ مدحت للمداخله. اشكرك يا فندم.
طيب احنا ليه نعرض نفسينا واطفالنا لمحاكم كتير؟ احنا كمان لما نفرق رأي الدين، لان اعرف رأي القانون الناحية الدينية كمان بيقولوا ان العلماء لما تحدثوا عن هذا الامر من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وافعاله واعماله، قالوا لو كان الطلاق رجعيا، بمعنى انه طلقها ولم تنتهي مدة عدتها، هذه المدة هي ما زالت على ذمتي في نفس السكن، فله ان يدخل عليها طوال مدة العدة وان يرى اولاده ويرى من كل شيء كأنها مع، حتى إذا انتهت مدة العدة فصارت بائنة منه بينونة كبرى، يعني لا يتحل له إلا بعقد زواج جديد، وجب عليه أن يغادر هو من سكنه، ولكن له حق الرؤية، أو أن يحقق لها سكنا آخر بحيث يستطيع أن يرى أطفاله، بل بل أكثر من هذا، في وقت من الأوقات خير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولاد في سن معينة بين أن تختار الأم أو الأب، وهذا حدث في غزوة من الغزوات، أو في حالة في حالة الاعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في موقف من المواقف، واختار الابن أم. كل هذا يوضح تحت بند في جملة كلمة واحدة، السراح، أي الطلاق الجميل. حد يتخيل إن القرآن وصف الطلاق بأنه جميل؟ يعني عندنا صبر جميل، أبغض الحلال عند الله، وإن كان هذا الحديث في سنن أبو داود وهو ضعيف، ضعيف، لأن ما فيش حلال بغيض، بغيض، إنما يعني غير محبب إلى النفس. هنا تخيل صبر جميل، سراح جميل، يعني طلاق جميل، هجر جميل. قال وسرحن سراحا جميلا. فمن يمنع الأب من أن يرى أولاده وكذلك الأم؟ تمام. رأي القانون، رأي القانون، يعني قانون الرؤية عامة حضرتك، يعني هو منبثق من الشريعة الإسلامية، وهذا موضح لفضيلة الشيخ. أما رأي القانون، قد نظم القانون الرؤية للأب عن طريق مدة ساعات معينة نظم القانون، وهي تقدر عن طريق وزير العدل، هي أصدر قرارات أنه ينظم الرؤية. تمام. تنظم مدة الرؤية أسبوعية بعد صدور حكم بالرؤية من المحكمة، بعد ما أن يقيم الزوج دعوى رؤية أمام المحكمة وتعلن الزوجة بها وينفذ الإعلان قانونيا طبقا لنص القانون، يحكم القاضي برؤية الأب الابن في أحد الأماكن التي تحدد عن طريق برضو قرار من وزير العدل، الأماكن زي النوادي الاجتماعية، مراكز الشباب، دور الرعاية والأمومة والطفولة لو بها أحد الحدائق. ونظم القانون وقرار السيد وزير العدل أن يكون المكان قريب، وهو المكان الأقرب لمكان حضانة الأم للطفل. تمام. حتى لا يقوم القانون بالتعنت في الطفل، لأن الطفل هنا أماكن التنقل له صعبة. تمام. ولا ينفذ حكم الرؤية حتى لو كان فيه قصرا على الطفل، لأن القانون كان أولى وأوجب الحماية للطفل أولا. تمام، ماشي، بس احنا هنا برضو بنتعرض لمشكلة يا أستاذنا. لو أنا النهاردة أب وهروح أشوف ابني في محافظة أخرى، هسافر له قد إيه وهرجع قد إيه؟ وامتناع الأم من نزول الطفل، امتناع الأم من نزول الطفل أوجب القانون، القانون 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1925، أوجب على الأم تنفيذ حكم الرؤية. إيه بقى اللي يحصل لو حالة الأم لم تقم بتنفيذ الرؤية؟ إذا لم تقم الأم بتنفيذ الرؤية، وجب بعد إنذار من القاضي أن تنقل الحضانة لأم الأم، لأن الحضانات حضرتك بتنفذ للأم وأم الأم وإن نزلت. تمام. وبعد بعد ذلك إذا فقدت الحضانة بتنتقل لأم الأب وإن علت. تمام. فهنا معليكي إحنا بننفذ الرؤية، إحنا القانون كإحنا رجال قانون في عوار. قانون الرؤية معليكي في قصور، لأنه هنا مدة الرؤية، المدة القانونية للرؤية 3 ساعات كل أسبوع. فعلا أنت حضرتك أثرت نقطة مهمة جدا، وهي في حالة إن هو مثلا أب من الصعيد، محافظة مثلا بالزبط. هو من القاهرة وهيروح يروح يشوف الجدة، أنا عايز أشوف حفيدي، أضطر إن أنا أسافر له محافظة تانية، فهنا المدة غير كافية. بالعكس، إحنا بندور هنا حضانة الأم، ما حقق القانون وأوجب سن الحضانة لغاية 15 سنة. تمام. فمن باب أولى برضو أن يراعي الأب، لأن الأب ليه دور كبير كبير جدا في تربية الأطفال، وبالذات الشباب من الأطفال. الولد محتاج أب، لأن هو لو نشأ في بيئة على يعتمد على الأمومة فقط،
هذا يطلع عنده اعتماديه، عنده اعتماديه من ناحيه الامومه، لكن صح. هو عايز يشوف افعال ابويه، افعال رجوليه تؤدي الاعتماد صحيح. على النفس والسير في خطوات تقدم من الطفل. تمام. ولكن الطفله برضه اقدر برعايه امها. ولكن تثار برضو بعض الامور في حال الزواج، يعني الضيف لما اثار نقطه انه هي الزوجه تتزوج، فهنا برضو الاسره تفككت. وبعد كده معاليكي لما وصلت الحضانه للام عن طريق القانون بيعطي الحضانه للام حتى سن ال 15 عاما. طب الاب في حاله البنت والابن هنا يظلوا 15 عاما مع الام. طب في حاله ان الام تقوم بالزواج، تنتقل الحضانه لام الام، يعني للام برضو الام هتعتبر يعني للام. بالظبط. الام القانون اوجب عليها في حاله ان هو بحكم واجب النفاذ، لو هي امتنعت اكثر من ثلاث مرات عن تنفيذ حكم الرؤيه، تمام، تفقد بس الحضانه فتره مؤقته. نستاذن حضرتك، معانا مداخله تليفونيه. السلام عليكم استاذ علي. الصوت بس ممكن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا فندم. انا متزوج وعندي ثلاث ابناء. تمام. وبعدين مراتي خدتهم وقعدت في سكن وحديها بهم، وبتقول انا مش عايز اتطلق، انا عايز اقعد وحدي بهم يعني. يعني هي عايزه مثلا. اي يا فندم، عايز تنفصل عن حياتك معاها بدون طلاق. بدون طلاق. ايوه. تمام حضرتك. طب هل ده يجوز؟ نعم. هذا الموقف لا يجوز شرعا، لأن المرأة هنا في حكم المعلقة، والمعلقة نهى الإسلام عن ذلك، فقال فتذروها كالمعلقة، فلا هي متزوجة ولا هي مطلقة، وهذا منهي عنه شرعا. ولذلك يجب أن تعود المرأة هذه الزوجة إلى زوجها بأولادها. نعم. قالوا لا يقلق من كان له أب، فكيف بمن كان له رب؟ واجعل من رآك يدعو لمن رباك. ولا تكتمل المودة والمحبة ولا التربية إلا إذا كان بين حضن الأم وعرق الزوج. نعم. فهذا التصرف لا يجوز شرعا أبدا، وعليها أن تعود بأولادها إلى زوجها مرة أخرى. أستاذ محمد، أنت شايف أن الراجل في ايه؟ في رجاله وقت الحضانه ممكن تاخد الطفل ما توروش لام، تخطفه معنى اصح، ما فيش اب يخطف ابنه، ولكن يمنع شويه ان هو زي ما بيقولوا ايه بيعذبها، او ان هو لما يجي يقابل الطفل يبدا يعمل جواه شحنه سلبيه تجاه الام، فيرجع لامه بغضان منها مش كارهها. والله يا فندم اللي عنده ابنه وبيحبه، وانا النهارده بس من خلال البرنامج بتاعك احب اوجه رساله لاولادي كريم ومروان. انا بقول لهم انتوا وحشتوني قوي، انا نفسي اعرف انتوا فين، نفسي اخدكم في حضني، ومفيش اب يقدر طالما ده زي بعد ابنه او بنته عنه يقدر ان هو يمنع ام. بس انا عايز النهارده اسال سؤال واحد بس لفضيله الشيخ. بس بعد الفاصل نخرج فاصل نالكم بعد الفاصل ونرجع للاستاذ محمد وسؤاله القانوني. اتفضل. النهارده انا مش عايز اسال السؤال القانوني بس، انا عايز اسال راي الشرع فيه وراي القانون فيه. تمام. هل من راي الشرع ان النهارده الاب اللي هو ربنا قال ان هو رب اسره، هل الساعتين او الثلاث ساعات اللي مديهم له القانون هم دول اللي يقدر يعرف فيهم أولاده بتعمل إيه؟ هل يقدر ينظم حياة أولاده؟ هل يقدر يظبط سلوك أولاده؟ هل يقدر يعرف الكلام ده كله؟ وهل النهاردة برضو من رأي القانون هل لما ابني يفضل 15 سنة في حضن حد تاني وأنا ما بشوفوش، هل بعد 15 سنة هيقدر يختارني أنا إذا كان هو على غلط أو على صح؟ لأنه شاب على شيء. هو شاب على شيء. تفضل شيخنا. اسمح لي قبل أن أجيب على سؤالك، فأنت تحدثت عن المشكلة من آخرها، فلما لم نتحدث عن المشكلة من أولها؟ من أول من ما 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 من اختيار الزوج للزوجة الصالحة، وكذلك اختيار الزوجة للرجل الصالح، واحتواء أن يعرف الوالد
والوالدة أو الزوج والزوجة أن بينهما أبناء والله سبحانه وتعالى سائلهم عنها، وكان كل واحد منهم كان له أن يصبر على الآخر حتى يعني يستطيع أن يدفع هذه المشكلة. تعلم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أحاديث كثيرة جدا 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 فيها أن الصبر على المرأة من 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 جمال الرجل ومن روعته وغيره، وكذلك المرأة بالنسبة لها. تعرف المرأة التي ذهبت إلى سيدنا عمر تشكو زوجها، فلما وجدت صوت زوجة سيدنا عمر يعلو وهكذا، وقالوا ليس الصبر على المرأة أن تدفع الأذى عنها بل احتمال الأذى منها، وكذلك بالنسبة للمرأة. صحيح. والأحاديث كثيرة في هذا الباب، لكن لما إذا حدث هذا وهذا بقدر الله عز وجل، فكما قلنا لو عدنا إلى الصراح الجميل بمعنى الطلاق الجميل وبمعنى الرحمة، صدقني مش هنحتاج إلى قانون. صحيح. ولا نحتاج إلى شيء، إنما حقيقي. المحبة تحوينا، ويبقى يوم ويبقى اثنين ويبقى ثلاثة، ولكن كل يراعي الله عز وجل. صحيح. في رؤيته للأولاد. لا يقلبها الأولاد على غيره. تمام. نسأل الله أن يجمع بينكما في خير. رأي القانون هنا القانون، الرأي القانوني نص المواد يحجمنا ويحكمنا في هذه المدة، ولكن رأينا القانوني أن المدة غير كافية بالمرة، 3 ساعات أسبوعيا غير كافية، ولو قدرت ب30 ساعة أسبوعيا. صحيح. لأن الأب لا يعوضه حضن ابنه مدة 3 ساعات، القانون عاجز. وابنا بطالب من خلال برنامج سعادتك انه احنا نطلب في سواء في مجلس الشعب في الانعقاد القادم ان شاء الله يعدي الايام دي على خير على ان شاء الله لمصر، ويرسي بينا ببر الامان ان شاء الله. فنطلب السيد رئيس الجمهورية انه هو يطلب من مجلس الشعب طرح تعديل للقانون، فعلا قانون الرؤية بالذات ينظر اليه من جميع الاتجاهات، الأب مساويا للأم. نعم. لأن الأب له فضل كبير على الأسرة، وبدون الأب لا تقوم الأسرة ولا يكون لها قيام أساسا ولا يكون لها وجود في الوجود. تمام. معنا بس مداخلة بعد إذنك. معنا مداخلة تليفونية لسيدة الأعمال بوسي من شرم الشيخ. مساء الخير. مساء النور. إزيك يا أستاذ، عاملة إيه؟ الحمد لله فندم، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. اخبار شرم الشيخ ايه، والبرلمان والهدوء البرلماني هناك ايه؟ والله الناس والدوائر بتستعد. طبعا المفروض اي نايب ما يديش اي شنطه ولا فلوس. تمام. او اي هدايا. تمام. الكل لازم يدي بصوته بكل امانه. تمام. وضمير. الكل لازم يختار الناس، محدش يكون مغصوب على اي حاجه. تمام. لازم ينزل ونشارك ونخلي شكلنا حلو. صحيح. لازم نخلي السنه دي مليانه، ونخلي النظره لمصر كويسه ومحترمه. طبعا ان شاء الله باذن الله. وطبعا اتفضلي يا فندم. لازم طبعا اهم شيء نتبع ارشادات الكورونا فيروس. تمام. نلتزم بالرز المطلوبه مننا. ويبدا دي كمان كبار السن وذوي القدرات الخاصه، دي اهم حاجه عننا. صحيح. وطبعا السيد المحافظ وجه بضروره رفع درجه الاستعداد لدى جميع الاجهزه سواء التنفسيه او الامنيه ان شاء الله باذن الله على كافه المستويات. تمام يا فندم، نشكرك للمداخله وشكرا ليكي، ونتمنى ان احنا نشوفك على خير ان شاء الله. اشكرك. اتفضل يا فندم كمل. فهو حضرتك قانون الرؤية عندما نص في مواده على مدة الرؤية، هي المشكلة كلها في مدة الرؤية. تمام. لأنه الانفصال بالطبيعة قد حدث، والأب في اتجاه والأم في اتجاه، ولكن من رأيي الشخصي والرأي القانوني أن الذي يدفع الثمن هو الطفل. الطفل، ما هو ده صراحة جميل. الطفل معاليكي يعني 3 ساعات يؤخذ إلى أحد الأندية بطريقة مشمئزة من الأم، مضطرة أن تنفذ حكم القانون، لأنها تعلم جيدا أنها إذا لم تقم بتنفيذ حكم القانون يكون لها عقاب قانوني، وعقاب ينصب على الطفل المحضون لها أن تمنع من حضانته. فالجو عامة لا يعطي للأب الطمأنينة والراحة في وبعدين يا أستاذ سيد، أنا هاخد ابني 3 ساعات، 3 ساعات دي أنا هفسحه وأكله وأديله كل الإيجابيات، مش هقدر أقول له أنت بتعمل إيه ده غلط،
سلوكياتك دي مش حلوه، هيكرهني، هيكره الثلاث ساعات اللي جاي لي فيهم. مده الثلاث ساعات حضرتك كمان الام الام بتبقى رؤيه العين على الاب وهو هو والطفل كنظره ثاقبه، صحيح، تراقب الاب من خوف ان ياخذ الطفل وينصرف بعيدا عن اعينها. ان كل الامهات تبقى حاطه في وضع الاعتبار انه الاب جاي في تنفيذ الرؤيه ان يقوم باخذ الطفل والهروب به، فبتبقى عامله كوردور كده. احنا ما نظرناش ليه، ايه اللي يخلي الاب ان هو ياخذ ابنه ويهرب به؟ هو ما ينفعش نقول لفظ الهروب لاب لابنه، بس هو المنطلق العام انه ياخذ الابن ويهرب بيه ليه؟ في اشتياق او في احتياج لانه يضم الابن ليه، صحيح، يقضي اكتر فتره معاه. تمام. فهنا العيب كل العوار على قانون الرؤية، فلا بد أن ينظر لقانون الرؤية بنظرة أخرى كاملة إن شاء الله. معنا مكالمة هاتفية. أستاذ خالد فريد، السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته يا ست الكل. أهلا وسهلا بيك يا فندم، اتفضل. إزيك يا فندم؟ والله أنا بشارك موضوع الحلقة النهاردة من الحلقات القيمة جدا والممتازة. الله يعزك. اللي بتمثل حوالي أو بتمس 5 مليون حالة طلاق في مصر أو حالة مشكلة رؤية شرعية. طبعاً. انا بحيي حضرتك وبحيي اسره البرنامج على الحلقه القيمه الجميله دي، وبناشد ان احنا خصوصا ان احنا على مشارف انتخابات مجلس الشعب. طبعاً. وناشد الاخوه الافاضل اعضاء مجلس الشعب القادمين وضع مشروع قانون يهم الاسره المصريه جميعا، لان احنا كلنا بنعيش في هذا الجو، والجو فعلا غير صحي بالنسبه للطفل، بالنسبه للاب وبالنسبه للزوج. فياريت وناشد من منبر حضرتك الفاضل الكريم ان اعضاء مجلس الشعب القادمين يحطوا من ضمن اولوياتهم اوائل اولوياتهم مشروع الرؤيه الشرعيه بالنسبه للزوج والام والطفل. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم، شكرا للمداخله. برضو في حاجه يا شيخنا عايزه اقول لسيادتك عليها. في قانون الرؤيه هتلاقي الاب مثلا ياخد الطفل فيبتدي يساله ماما بتكلم مين؟ ماما بتعمل ايه؟ ماما بتروح فين؟ دي بتخلي الطفل جواه، لان ماما برضو بتقول له اوعى تقول لي بابا ان احنا رحنا كذا، اوعى تعمل مع بابا، اوعى تقول له كذا. دي تاثيرها النفسي يعني على الطفل جامد جدا. ده 100%. لما حدث الانشقاق الانفصال، او بمعنى اصح حدث الشقاق 100%. ايوه. فالاب كل همه في الساعات او السويعات القليله التي ان انا ارضي الطفل، ان يرضيه عشان يحبني، انه كذا وكذا وكذا، وان ايضا احيانا بعض الاحيان ان يكره الطفل في الطرف الاخر، وهكذا بالنسبه للطرف الاول. مع ان المساله مختلفه تماما. لو جمع الحب. انا اذكر لحضرتك قصه جميله رائعه تبين لنا مدى كان حرص حضره النبي صلى الله عليه وسلم على الاخذ بحب وحنان الولد. يمر حضرة النبي في يوم عيد كما وردت الرواية، يعني وإن كانت هي العظة والعبرة يعني، وبعدين يجد ولد في يوم عيد ثوبه غير نظيفة وكذا وكذا، ويلعب في التراب، ويوم العيد الأولاد كلهم كذا، فيسأله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنت حكايتك إيه؟ فيقول له إن أبي مات في الغزو مع رسول الله، وما كانش يعرف أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، فعشان كده أبويا مش موجود فحلت اللي أنا فيها دي. فقال له النبي ألا يرضيك أن يكون أبوك محمد وأمك خديجة وعمك علي؟ واحتضنه إليه وقربه من تعرفوا الأولاد الصغيرين قالوا إيه اللي كانوا بجواره؟ قالوا يا ليت آبا أنا ماتوا في الغزو مع النبي محمد. طبعا أنا الوقت الفقرة الأولى للأسف انتهى. طبعا كان يسعدني ان انا اكون الوقت اكبر من كده عشان راي القانون، ولكن طبعا ان شاء الله باذن الله الموضوع مش محتاج حلقه، لا محتاج حلقات هنطرحها في حكايه ولاد البلد في نهايه فقرتنا الاولى. طبعا انتظروا الفقره الثانيه كابتن طارق الدقاق وشغله الجميل. بشكر ضيوفي الكرام الشيخ سامح، شكرا يا فندم. استاذ محمد بشكرك، استاذ سيد طبعا بشكرك جدا. تليفونك على الشاشه لاي اقتراح او اي اسئله انتوا عايزينها. بشكركم في نهايه الفقره. ليه هديه للبرنامج، لو اي حد من متابعين البرنامج عنده اي مشكله قانونيه يشرفني بالاتصال بدون مقابل مادي. ربنا يخليك، جزاك الله خير، نشكرك جدا، شكرا. السلام عليكم ورحمه الله، الى لقاء الاسبوع القادم ان شاء الله.
1 2 3 اعزائي المشاهدين داخل جيم بارك في مصر. احنا عملناه طبعا كل اسبوع بنعمل فيديوهات متنوعه. النهارده احنا عملنا حاجه جديده خالص، بنصلح الغلطات اللي هي في التمرين اللعيبه بتعملها او بتتابعها يعني. وده طبعا بيبقى مشكله تخص المدرب برضه عشان هو ما بيتابعش مع اللعيب التمرين الصح. فاحنا عملنا الفيديو اللي احنا عملناه، عملنا تمرين بول، عملنا اربع زوايا بالزوايا مختلفه، يعني عملنا اربع زوايا بشكل سليم وبشكل خاطئ عشان هو اخر حد. طبعا يا جماعه الموضوع اللي هي الخاطئ اللي يعمل خاطئ ده بيعمل لنا مشكلتين، مشكله في النمو العضله ومشكله في الاصابه. نمو العضله طبعا ده مش هيبقى فيه نمو عضله بتلعب غلط وفي نفس الوقت هيجي لك اصابه. فان شاء الله باذن الله ده اول فيديو احنا عملناه، ويستنونا ان شاء الله الاسبوع القادم. شكرا.